نشيط في وسط الميدان. سبعة زواني بلال أكبر وعميد الفريق، فريق اتحاد البوليدة، رقم 11 روان بن حليمة، رقم 13 المهاجم الخطير والهداف، هداف اتحاد البوليدة باداش محمد، سجل لحد الآن 13 هدف، ثالث أحسن هداف في البطولة الوطنية. رقم 18 مهداوي محمد، 14 طال أحمد البوركينابي أيضا، وكذلك رقم 10 معوش. هذه هي التشكيلة الأساسية التي يدربها دان أنخيليسكو الروماني الذي يدرب اتحاد البوليدة، الذي يلعب اليوم من أجل الإطار من المباراة السابقة، انهزم في سطيف بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوفاق على الصورة، الذي يفتش عن مركز ثالث. صراع كبير على هذا المركز بين الوفاق وبين نصر حسين داي وكذلك مرودية الجزائر. رزقي عمروش يقود دفاع فني هذا الهداف الكبير والثعلب الماكر والخدات التي التحكيم نذكر جاب الله تواتي 34 سنة هو حكم هذه المباراة وبمساعدة قراي مزاري، والحكم الثالث السيد كورت بكير بن عودة، الحكم الرابع السيد زبيري لإدارة هذه المواجهة، اللقاء بين اتحاد البوليدة ووفاق سطيف الفريق الضيف فوق أرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر جيدة، يعني يمكن أن نطبق فيها كرة قدم سانحة للأداء واللعب. وداش وأول خطأ لفريق اتحاد البوليدة. سيد تواتي جاب الله يحتسب مخالفة لفريق اتحاد البوليدة، مر بمرحلة صعبة فريق اتحاد البوليدة على إثر هذه اللقطة، تدخل قوي على باداش محمد المهاجم الخطير وهداف الفريق. خليفسي كرة لرزقي عمروش لتراري على الجهة اليسرى، ترالي دي باداش، محاولة المراوغة، الدفاع يتدخل بالهامل بالهامل وكرة مقطوعة، الاستجابة بالحارس كبابي توفيق في غياب الحارس الآخر وهو بالهاني عمار، وكذلك الحارس الشاب والذي يعد بالكثير حوشي 21 سنة مصاب، هذا الحارس بالهاني موجود في قائمة الاحتياط بالنسبة لفريق وفاق سطيف، سنتحدث عن قائمة الاحتياط بالنسبة للفريقين، وكرة للوفاق لصالح عباس محمد رضا، متابعة من لاعبين والكرة فيه سوء تفاهم، الكرة مباشرة إلى الحارس صمادي محمد حارس اتحاد البوليدة، الحارس السابق لبرج منايل قبل، والحارس السابق أيضا للمنتخب الوطني الجزائري قبل أن يداعب تشكيلة اتحاد البوليدة. جمهور كما قلت متوسط لحضور هذه المواجهة، طقس رائع لإجراء مباراة في كرة القدم، خاصة أن الشريعة قريبة هنا في البوليدة، أكسجين وكذلك الأجواء جيدة لإجراء مباراة في كرة القدم لحساب الجولة 28 لبطولة القسم الوطني الأول بين الفريق المحلي اتحاد البوليدة والفريق الضيف وفاق سطيف. هذه مخالفة كانت لصالح اتحاد البوليدة ولي اللاعب النشط جدا في وسط الميدان زبير زميت، الدفاع خرجها بقيادة فلاحي القائد، رجع لمساعدة الدفاع يحتفظ بالكرة في اللاعب، وتدخل قوي من باداش بدون خطأ إلى خارج الملعب. باداش محمد على الصورة، متابعة منه لفارس فلاحي، مهاجم مع مهاجم وهداف مع هداف، وإلى تماس عباسي رضا طال ما مضى يخرج الكرة، طال أحمد لاعب البوركينابي لاتحاد البوليدة، الكرة خارج الملعب لصالح محفوظ عبد النور. ذكر بتشكيلة أو باللاعبين البدلاء بالنسبة للفريق الضيف، خالد إسماعيل، رقاد، فتحي عبد النور، وبوزيدي فارس، كيراغال، طارق، رحيم عز الدين، بكرار، منير، وبلهاني عمار الحارس الثاني لتشكيلة الوفاق في قائمة الاحتياط. البدلاء بالنسبة لاتحاد البوليدة هناك جلول، ربيح، عون الصغير محمد، زواني، زواتني بلال، خرباش بلال، وادم محمد، وروتشو نور الدين وهو الحارس الثاني، وكل هذا هؤلاء من الاواسط لتدعيم تشكيلة الاتحاد.
وتدعيم تشكيلة الأكابر. كرة سهلة لكبابي توفيق طويلة لفلاحي، متابعة من زبنيد يلعبها مع بورحلي، يضيع الكرة لماوش في وسط الميدان، سراعي فوق زميت يلعب الكرة من هناك لماوش، ماوش زميت طويلة الكرة، البحث عن زواني أو بداش، وبين أحضان الحارس كبابي توفيق. كانت من الدفاع هذا وخدعة ومحفوظي إلى الحارس كبابي. لن نلعب الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، النتيجة لحد الآن متعادلة. معوش محاولة البحث عن باداش، الدفاع يخرجها لصالح الوفاق، وخلف بعد عودة من باداش محمد، عودة سريعة لباداش في كل مرة لقطع الكرات والمحاولات الهجومية المعاكسة لوفاق سطيف مع بداية أو في هذه البداية الحذرة من كل جانب. تضرب الكرة بزواني، زواني بلال بالراس، باداش، باداش مراوغة، ينطلق باداش، باداش محاولة التوزيع وتسديدة جانبية، الكرة من باداش محمد في أول محاولة للتسديد، قوية جانبت القائم الأيمن الحارس بابي، شاهد عبد الباطي مراقبة للكرة والمتابعة بتسديدة جانبية، أول تهديد. إذن كبابي يتلقى أول تهديد من بتسديدة من باداش. داري خطأ من الحارس، محاولة الدخول ترى الحكم لا شيء، والكرة خرجت ضربة ركنية أو ضربة مرمى يقول الحكم السيد تواتي جاب الله. خطأ من جنيفي زوبير ثم متابعة جيدة من بن حليمة، حكم ما يقول ولا شيء، يقول ضربة مرمى لوفاق سطيف. طويلة الكرة أمامية، البحث عن فلاحي، فلاحي خلف اتحاد البليدة رقم 6 زميت زبير. لباداش، باداش تدخل من فارس بخلفي بهداوي، الكرة لزميت، زميت درالي، درالي زواني بلال، يراوغ زواني، رواغا وتدخل خطا امام الحكم السيد جبر الله تواتي. خلف وكره لزبير زميت، زميت زبير من مواليد 1975، لعب لصفار خميس وكذلك رائد القبه، وهو حاليا يتقمص الوان اتحاد البليدة وتوتر الاعصاب داخل منطقة عمليات وفاق سطيف. الحكم يتدخل في احد اللاعبين سقط على الارض، هاي الاعادة تدخل وخطأ امام مرأة الحكم، كان قريبا السيد جاب الله تواتي من المخالفة لصالح زميت، زميت لعبها عالية في وضعية تسلل يقول الحكم هدف، ولكن وضعية تسلل يقول الحكم المساعد السيد كورد باكير بن عودة أو السيد قراي مزاري، رفع الراية علن عن وضعية تسلل كانت رأسية قوية ومباشرة في شباك الوفاق والحارس كبابي. شاهد بن عبد الباطن الكرة للحارس صمادي، دخل مدى الأفضلية يقول الحكم لباداش، يرجع الحكم سيد وفي جبل الله إلى المخالف صلاح داوي محمد جنب الوفاق،
هاي الإعادة فعلا فيه وضعية تسلل واضحة. سيا كانت قوية وزارت مباشرة الكرة شباك الحارس كدابي. مهم أن الحكم المساعد كان في المكان المناسب لرفع الراية. ملعوبة بسرعة لزميد. زميد طال أحمد. طال أحمد. مضايقة. ثم مهداوي. مهداوي داخل منطقة العمليات. مهداوي الدفاع. بواسطة محفوظي يخرجها. ترجع لطال وخطأ. لصالح الوفاق لعباسي محمد رضا. ملعوبة مع اسعد بورحلي يضيع الكرة. ثم مهداوي محاولة الانطلاق مع بداش. تدخل موفق للهامل. ثم زميت متابعة من اسعد بورحلي. المهاجم الخطير يضيع الكرة امام تجمع الدفاع وكذلك زميت مرة اخرى بالهامل. صراع كبير. الدفاع يتفوق. طال احمد. الكرة لفارس فلاحي من هناك على الجهة اليسرى لميخالفي. الكرة والمراوغة البحث عن عباسي. عباسي في محاولة توزيع والتسديدة جانبية. جانبية الكرة. محاولة وخدعت صمادي بلمسة كروية من عباسي محمد رضا على الصورة. لاعب سابق لاتحاد عنابة شبيبة القبائل والوفاق حاليا. كرة طويلة. سريع بداش والكرة سريعة أيضا وخرجت ضربة مرمى قريب من اللقطة. حكم المساعد وقال ضربة مرمى للحارس كبابي توفيق. ذكر اتحاد البليدة يحتل المركز الثامن بمجموع 37 نقطة. ربح 10 مباريات، تعادل في 7 مباريات، خسر 10 مباريات أيضا. سجل خط الهجوم بداش. هايلة خطيرة من بداش. تسديدة قوية والحارس كبابي ينقذ الموقف. أول تهديد خطير من بداش محمد. سريع وقوي وخطير في منطقة العمليات. مطلوب بداش من شبيبة القبائل. بداش محمد من مواليد 15/76. لعب لنادي الأربعاء وفاق سطيف ثم اتحاد البوليدة. نعم كان لاعبا سابقا في وفاق سطيف. بداش عنده الكرة مضايقة من لاعبين. يضيع الكرة أمام عباسي ثم طال أحمد الكرة إلى تماس. من اللاعبين الشباب من بالهامل فلاحي. متابعة من لاعبين تفوق بالهامل مرة أولى وثانية وثالثة وينطلق ثم عودة موفقة من زميت. معوش لزواني بلال. ما فيش تفاهم. الاستنجاد بالحارس كبابي إلى التماس لتأمين المنطقة وإبعاد الخطورة من كبابي توفيق. تماس لمعوش للدرالي. درالي البحث عن زواني. الكرة خارج الملعب إلى ضربة مرمى. زواني بلال من مواليد 1969 أكبر عنصر في تشكيلة اتحاد البوليدة. قدم الكثير لفريقه اتحاد البوليدة، فريق الأبدي بالنسبة لزواني. يريد أن ينهي مشواره الرياضي في هذا الفريق اتحاد البوليدة الذي يبقى يفتش عن لقب، لقب للبطولة أو لقب للكأس بدون لقب لحد الآن. انطلاقة من بداش. بداش الكرة خرجت أمام بلهام المتابعة. لعب دقيقة 13 و14. النتيجة دائما بدون أهداف أو الهدف الذي ألغي برأسية بعد وضعية التسلل. الكرة لمهداوي ثم تغطية دفاعية. خرجت الكرة أمام مهداوي وتغطية دفاعية من جانب وفاق ستيف. هاو مهداوي صورة مهداوي محمد. لعب لنجم القليعة ثم وداد بوفريق واتحاد البوليدة. انطلاقة لمسة يد
وفيه خطأ أو فيه بطاقة صفراء نعم لخنفسي. خنفسي السيد علي وبطاقة صفراء أولى بعد ما لمس الكرة بطريقة متعمدة واضحة اللقطة بالعرض البطيء للفرقة التقنية تي في سي 9 والمخرج سامي كشرود. طال احمد البوركينابي ملعوبة من وفاق سطيف داخل منطقة العمليات. التسديدة لا بعيدة بعيدة فوق اطار مرمى الحارس من عشاشة جلال رقم 7 في تشكيلة وفاق سطيف وخنيفسي واول بطاقة صفراء في المباراة. رزق عمروش لخنيفسي. نفسي سيد علي البحث عن المساندة بداش وتبع من لاعبين يحتفظ بالكرة لطال احمد تفوق لدفاع الوفاق بواسطة بالهامل ثم درالي. درالي رزق عمروش طويلة الكرة من القائد لزواني. زواني ملعوبة مع معوش بسرعة زواني او معوش محاولة التوزيع والتسديد ويستفيد من ركنية. معوش مضايقة دائما من جنيفي الزبير لعب وسط ميدان الوفاق سطيفي لعب لاتحاد الجزائر ثم عاد الى بيته وفاق سطيف. ركنية للوفاق في التنفيذ زميت وعدد كبير من اللاعبين داخل الاتحاد البوليدة نعم وعدد كبير من اللاعبين داخل ضربة الجزاء. الاستقبال بالرأس صعود مدافعي اتحاد البوليدة الكرة القائمة تاني خروج الحارس وفي خطأ يقول الحكم السيد جاب الله تواتي للحارس توفيق كبابي على الصورة بعد هذا الخروج والمضايقة من خنيفسي. للحارس كبابي فيه ايضا بعض اللاعبين الغائبين غيابات في تشكيلة الفريقين جانب من الجمهور لحد الان يتفرج جمهور اتحاد البوليدة على الصورة في انتظار اشياء اخرى زميت واعادة الركنية بالعرض البطيء. خروج كبابي مضايقة من خنيفسي للحارس وكذلك روان بن حليمة خطأ يقول الحكم. ما زال توفيق كبابي يتلقى الاسعافات سقط على الارض. هذا كرسي احتياط فريق اتحاد البوليدة بقالول ربيح عون الصغير محمد زواتني بلال خرباش بلال ادم محمد وروتشو نور الدين وكلهم من الاواسط. المدرب هو السيد دان انخليسكو الروماني من مواليد 1955 وهو نفس ميلاد او تاريخ ميلاد الوفاق. الوفاق في بوجود خالد اسماعيل ركاد فتحي عبد النور بوزيدي فارس كيراغيل طارق رحيم عز الدين بكرار منير والحارس الثاني بل هاني عمار المدرب السيد خلف عبد الكريم وبمساعدة باسن وكذلك مدرب حراس المرمى عثماني محمد ركنية للاتحاد البوليدة. ركنية اخرى الوقت يمر ندخل دقيقة 18 بعد لحظات وركنية اخرى لمعوش والاتحاد البوليدة الضاغط لحد الان اكثر خطورة من جانب الاتحاد. الكرة الى ركنية اخرى يقول الحكم المساعد السيد قراي مزاري دولتي تحكيم من رابطة مستغانم. معوش ملعوبة القائم الاول دفاع مرة اخرى هذه المرة الى تماس من كنيفي زبير. معوش بعيدة لبداش بداش بالرأس خلفية الدفاع في المرة الأولى والثانية بعد الكرة الخطيرة ثم زميت فيش مخالفة أو لمسة يد لرزقي عمروش يغير مباشرة من هناك لزواني أو بن حليمة. الكرة ضربة جزاء يقول الحكم لمسة الكرة يد أحد المدافعين الحكم السيد
واتي جاب الله يحتسب ضربة جزاء وبطاقة صفراء. عديد واحتجاج من عناصر الوفاق امام الحكم السيد جاب الله تواتي بعد هذه اللقطة من بن حليمة روان. روى وانطلق. لا 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 لمسة يد من هنا ربما تكون احسن اللقطة. المهم من الحكم محتسب روان بن حليمة. هنا راوغ عشاشة جلال وانطلق في محاولة لتوزيع الكرة ولمسة يد. مهم تقدير الحكم السيد جاب الله تواتي هو صاحب القرار الاول والاخير، قال فيه ضربة جزاء لاتحاد البليدة في الدقيقة 20 من الشوط الاول. زال الاحتجاج وبطاقة صفراء اخرى ربما هذه المرة للقائد فلاحي. جمهور اتحاد البليدة يهتز. هي لقطة للعرض البطيء مراوغة وانطلاقة من روان بن حليمة. نعم في لمسة يد واضحة، شكرا للزملاء. وضربة جزاء لاتحاد البليدة امام الكرة درالي المدافع الايسر للاتحاد. على برأة حوالي 5000 متفرج من انصار اتحاد البليدة وكذلك انصار الوفاق الذين تنقلوا لتدعيم ومؤازرة الفريق. ضربة جزاء اذن ودرالي امام الكرة الثابتة. كبابي توفيق وجها لوجه مع درالي. لمن ستكون الكلمة بعد تنفيذ ضربة الجزاء؟ دراري يستعد الحكم. درالي وسجل درالي الهدف الأول لصالح اتحاد البليدة في الدقيقة 22 من الشوط الأول لهذه المباراة، وتهتز مدرجات ملعب مصطفى تشكر بهذا الهدف الذي سجله درالي بعد تنفيذ ضربة جزاء وكرة ثابتة رائعة باليسرى، الحارس في جهة والكرة في الجهة الأخرى. تغيرت النتيجة الآن وأصبحت للفريق المحلي العرض البطيء لضربة الجزاء. نزهة برحلي. الآن الوفاق مطالب بالرد على الهدف واستعمال كل أوراقه في الهجوم، الضغط واللعب ونقل الكرة بسرعة إلى منطقة الخصم لإسعد بورحلي. ربما رايح يفطم الآن فريق الوفاق يضيع الكرة أمام إسعد بورحلي، الحكم ما يقول ولا شيء. طويلة الكرة إلى خارج الملعب لصالح الوفاق. خطأ. تدخل من درالي مسجل ضربة الجزاء. رحلها طويلة. كني في زوبية طويلة الكرة أمامية. درالي بالرأس. ترجع لي بالهامل. البحث عن جنيفي من هناك. انطلق. وحاول توزيع الكرة لزميت. زميت باداش. باداش الاحتفاظ بالكرة ثم مضايقة يلعبها مع احمد وطال لزميت ثم باداش مقطوع من محفوظ عبد النور. في خطأ يقول الحكم لمحفوظي. كان طلب الكرة عباسي محمد رضا. المهم بلعبها بسرعة لصالح عشاشة. عشاشة البحث عن عباسي محمد رضا. الدفاع يقطع الكرة ثم فارس فلاحي. محاولة الرجوع إلى الخلف. الكرة لاتحاد البليدة. طويلة من زواني. البحث عن بن حليمة والحارس كبابي. كرة بين أحضان وبين أيدي الحارس كبابي. بالهامل
يطلب المساعدة، يلعبها طويلة باتجاه اسعد مرحلي، التفوق لرزقي عمروش، عباس محمد رضا، طال احمد يتفوق اسرع، ثم فارس بخلفي عباسي او الى التماس من كنيفي زبير بكل روح رياضية حتى تتقدم الاسعافات الاولية لمهداوي محمد الساقط على الارض، تلقى الاسعافات. ها هي ضربة الجزاء التي سجلت، التي نفذت وسجلت بواسطة اللاعب او المدافع الدرالي في الدقيقة 22 من الشوط الاول، صحة لعناصر اتحاد الوليدة غداش والدرالي. إذن مهداوي ينقل إلى خارج الملعب حتى يتلقى الإسعافات. في شباك بابي هذه الكرة، نقدر نقول أنها مباراة مهمة وحاسمة أكثر للوفاق الذي يلعب من أجل المركز الثالث في البطولة الوطنية، كما قدرها المدرب السيد عبد الكريم خلفة. الحل الأمثل هو الهجوم. عباسي محمد رضا في محاولة تقدير الكرة لفلاحي فارس، إلى من فلاحي فارس عدل النتيجة، فلاحي فارس يعدل النتيجة للوفاق في الدقيقة 26 بعد عمل جيد من عباسي ثم من فلاحي، وأنصار الوفاق فوق مدرجات ملعب مصطفى تشاكر. فلاحي فارس يسجل الهدف العاشر له في بطولة القسم الوطني الأول، كان بحوزته 9 أهداف وسجل الهدف العاشر. فلاحي بقوة كبيرة داخل 6 أمتار راوغ الحارس كما سنشاهد باللعب البطيء. كرة من عباسي، راوغ صمادي محمد، وباليسرى لا يتسامح فلاحي فارس باليسرى في شباك أرضية بين أرجل المدافع. عدى الوفاق النتيجة، وكرة لزواني بلال داخل منطقة العمليات، محاولة تسديد بدون تركيز وبعيدة تماما على إطار مرمى الحارس كبابي. ها هي الإعادة، من عباسي ثم فلاحي خرج طلب الكرة وسجل في مرمى الحارس صمادي وعدل النتيجة. زاوية جيدة هذه المرة بين أرجل درالي. فلاحي فارس القوي والخطير في منطقة العمليات، وتعديل النتيجة وخطأ يقول الحكم لصالح الوفاق. تغيرت النتيجة الآن، وكرة أخرى للوفاق وخروج موفق لصمادي محمد. خروج موفق أمام عمران رشيد رقم 27. ويلا البحث عن باداش أو بن حليمة لباداش ثم بن حليمة مرة أخرى. يراوغ يلعب كرة مع زميت، سريع الكرة ومقطوعة من جنيفي أو من عباسي لجلال عباش، انطلاقة يبحث عن فارس فلاحي، ما فيش وضعية تسلل أمامه خنيفسي، ينطلق قوي فلاحي وخنيفسي المرة الأولى، نعم في المرة الثانية لا، ما زالت الكرة لي فلاحي فارس وإلى ضربة مرمى. ضربة مرمى يقول الحكم، وفارس فلاحي غير راضي القائد بقرار الحكم. ها هي بن عباسي لفلاحي ثم في الشباك باليسرى داخل القدم. جلال عباشة يقطع الكرة وفي احد اللاعبين ساقط على الارض، الحكم يطلب اخراج الكرة حتى يتلقى الاسعافات انتظار معرفة من اللاعب، وهو لاعب وفاق سطيف، وفاق الذي فاز في مباراة الذهاب ب3-0. السيد عبد الكريم خلفة، هدف مقابل هدف بين الفريقين فوق ملعب مصطفى تشاكر، وهذا جانب من الجمهور الحاضر
حاضر فوق المدرجات لمتابعة هذه أو هذا اللقاء لحساب الجولة 28 لبطولة القسم الوطني الأول بين الفريق الضيف وفاق سطيف وبين الفريق المحلي اتحاد البليدة. اتحاد البليدة الذي كان مر بمرحلة فراغ وتحدث البعض عن مشاكله ومتاعبه في القسم الوطني الأول، وتكهن البعض بأنه سيلعب من أجل سقوط أو البقاء، ولكن استطاع أن يعود وبقوة بعد الفوز في 3 مباريات متتالية، يعني كسب 9 نقاط في 3 مباريات قبل أن يسجل هزيمة أمام ولودية الجزائر. كرة للوفاق وانطلاقة في وضعية تسلل واضحة لفلاح فارس الحكم السيد كورد بكير فعل رائع. الوفاق موجود في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، المركز الثالث لنصر حسين داي ب 45 نقطة بعد فوزه في اللقاء المتقدم لحساب هذه الجولة بملعب 5 جويلية في اللقاء المحلي الكلاسيكي أمام شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف واحد. نذكر أنه ربح 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وانهزم 9 مباريات، سجل 39 هدف، تلقى دفاعه 27 هدف. عوش على الصورة رقم 10 في تشكيلة اتحاد البليدة. ولحد الآن النتيجة المتعادلة ومرور تقريبا 31 دقيقة من الشوط الأول. كرة لخنيفسي طويلة، عودة لفلاح فارس ثم مهداوي، مهداوي يقطع الكرة، استرجع الكرة للحظات وتضيع مع يسعد بورحلي وانطلاقة من يسعد بورحلي، طلب عمرها من الكرة، فضل جلال الشاشة ثم لعبها مع مرة أخرى مع يسعد بورحلي، متابعة من خنيفسي وكذلك مهداوي يخرج الكرة. خنيفسي مدافع الأيمن لاتحاد البليدة كان تلقى بطاقة صفراء وفاز بهذه الكرة أمام فلاحي أو يسعد بورحلي وتسخير العضلات من جانب عناصر اتحاد البليدة، لاعبين مدرب حراس المرمى وسيد وحنيشات محمد السابق الدولي السابق. تبس لاتحاد البليدة، انخفض الريتم نوعا ما، السيد عبد الكريم خلفة وفي توجيهاته وتعليماته للوفاق قال الفوز او الاحتلال المركز الثالث يمر حتما بتحقيق نتيجة ايجابية اليوم، او النتيجة الايجابية يتحدث عن الانتصار اليوم امام اتحاد البليدة. زواني بلال لدرالي، معوش يرجع لدرالي، زواني مرة اخرى لزميت، زواني دي الاتجاه، تبادل كروي جميل ثم طال احمد، طال احمد كره لمهداوي في محاولة توزيع الكره ارضيه والدفاع قبل وصول الكره الى بداش وكذلك روان بن حليمه. خنيفسي بداش صراع مشترك، الكره تفوق لجلال العباشة ترجع لزواني ثم بداش وبالهامل بضربه لقصيه يخرج الكره. رزقي عمروش، رزقي عمروش لزميت، باداش باداش انطلق احمد وطال، احمد وطال كره مهزه والحارس كبابي خروج لهذه الكره لفلاحي خرجت. رزقي عمروش رالي دقيقه 33 او الراب نلعب دقيقه 34، النتيجة دائما هدف في كل شبكة. طال أحمد، طال أحمد وصلت لزميت لطلب الكرة ثم بداش في العمق، تابع من خلفي داش تفوق المدافع، ترجع لعباسي محمد رضا وإلى خارج الملعب. هذه المرة دي طال أحمد بسرعة لزميت، مراقبة لسيقة لعناصر اتحاد البليدة داخل منطقة العمليات.
طالح مهدي يلعب كرة لمعوش، تقطع من عباشة، عباشة في وسط الميدان يضيعها لزميت، زميت لزواني طلب الكرة، زميت وابن حليمة، ابن حليمة ثم زميت مرة أخرى، عودت لي عودة موفقة لعباشة ثم بالهامل، هاي بالهامل في هذه الكرة راهو مرتين ثم ثالثة طلب الكرة لعباسي وضيع، صراع كبير تفوق في الكرة لطلح مدو وباداش، باداش ورغم الحرارة اللي استرجع هذه الكرة راح تمس. إذن تغيير اضطراري الآن في تشكيلة اتحاد البوليدة، جلول راح ياخذ مكانه في مكان خليفسي رقم 2 اللي كانت تحصل على بطاقة صفراء، وجلول اللاعب البديل رقم 12 في تشكيلة اتحاد البوليلة. التغيير الأول في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وداش محاولة لاسترجاع الكرة، الكرة راحت ضربت أو رمي التمس. رزقي عمروش، زميت بسي ثم عمران بالهامل، الكرة للوفاق يسعد بورحلي، التماس لجلول، طال احمدو، طال راح يلعبها امامية ام خلفية، لعبة طويلة بالرأس من محفوظي ثم فلاحي، انطلاقة من هناك من عمران، عمران هاي لعمران انطلاقة وخروج الحارس ماضي في المكان المناسب بهذه الكرة الخطيرة وسقوط صمادي محمد، ربما كان هناك اصطدام بين في الركبة، اعتقد انه يعاني من اصابة بعد هذه الكرة لعمران انطلق وخروج موفق لصمادي، وعمران اكيد انه ضرب ركبة الحارس صمادي محمد، هذه اللقطة المعاده بالعرض البطيء، فلاحي فارس وتعليمات من المدرب خلف عبد الكريم، ها هي تعليمات من عباس هذا المدرب المساعد للوفاق، في ايضا عثماني هو مدرب حراس المرمى بعد هذه اللقطه، خروج صمادي في الوقت المناسب واكيد فيه اصطدام، ما زال صمادي سقط على الارض يتلقى في الاسعافات الاوليه، الجمهور يتفرج الآن انتظار ربما أهداف أخرى أو لقطات أحسن وأجمل وأداء وعرض بمناسبة هذه المباراة القوية بين فريقين كبيرين في الحقيقة، يعني بين الوفاق وبين اتحاد البوليدة، الوفاق كان فاز مرتين بلقب البطولة الوطنية، فلاحي فارس عن الصورة سنة 68 وسنة 87، لا شيء بالنسبة لاتحاد البوليدة الفريق الذي يبقى يفتش عن لقب، ديس يغيب ذكر عن فريق اتحاد البوليدة المدافع بسبب العقوبة وكذلك بالوهم الذي طرد في المباراة الأخيرة أمام ولودية الجزائر، بالنسبة للوفاق الإخوة مضوي خير الدين ومنير، كذلك هناك بندريس المدافع القوي مصاب، حوشي الحارس الشاب 21 سنة مصاب، مثالي عادل مدافع والآخر الذي يعد بالكثير غائب اليوم، كذلك بن شريعة، تبادل كروي بين عناصر اتحاد بوليدة لمهدوي محاولة توسيع الكرة، الدفاع كرة خارج الملعب لطال أحمدو، زميت، زميت دائما متحرر بدون مراقبة يطلب الكرات، يلمس العديد من الكرات، نشط في وسط الميدان مرة أخرى إلى تماس من المدافع محفوظي، مهدوي
تهوية امام بالهامل، محاولة توزيع الكرة، باشا خرجها بسرعة، ثم اسعد بورحلي، تدخل من الخلف من دراري، مخالفة. يقول حكم السيد جبر الدواتي 34 سنة حكم دولي منذ سنة 2000. امام الكرة فارس ميخالفي وكنيفي زوبير هو اللي راح ينفذ طويلة لزميد، ثم بداش لطال زميد بسرعة مع مهداوي ينطلق، محفوظي في المتابعة، مهداوي بدون مراقبة لزواني بلال، جهة اليسرى محاولة أرضية لتوزيع الكرة، ضيع فلاحي فارس وانطلاقة لعمران، والتغطية دفاعية من رزق عمروش، ثم زواني العائد غير مباشرة الاتجاه لأحمد طال، أحمد يروغ ويحتفظ بالكرة، يوزع كرة لابن حليمة من هناك، ابن حليمة ثم معوش بقوة، والهدف الثاني قوة كبيرة، تسديدة من معوش والهدف الثاني لاتحاد البوليدة في الدقيقة 41. معوش يضاعف النتيجة ويعزز النتيجة لمصلحة فريقه اتحاد البوليدة بعد عمل كبير في منطقة العمليات، خارج منطقة العمليات كما نشاهد في العرض الفني، بعد هذه العمل من طال وزع كرة لبن حليمة، معوش ترجع الكرة وبقوة، الكرة انحرفت تجاه الكرة لأنه كنيفي لمس الكرة وفي شباك الحارس بابي، بعد تسديدة قوية من معوش انحرفت الكرة وراحت إلى مرمى الحارس كبابي، أصبحت النتيجة هدفين مقابل هدف واحد لاتحاد البوليدة على أرضه وأمام جمهوره. ها هي الإعادة بالعرض الباطن، شاهدوا، نعم كرة انحرفت غلطت الحارس كبابي وفي شباك في الدقيقة 41 عزز اتحاد البوليدة النتيجة. كرة لفلاحي فارس، اسعد بورحلي، الكرة خرجت، ثلاثة أهداف شاهدناها لحد الآن فوق ملعب مصطفى جاكر بالبوليدة، اسعد بورحلي على الصورة في انتظار رد فعل اسعد بورحلي، مهاجم خطير الهداف الذي سجل 11 هدف لحد الآن، فارس فلاحي سجل هدف تعادل وبالتالي هو الهدف العاشر له، والشاشة سجل 9 أهداف. انطلاقة مرة أخرى لزواني بن حليمة على الجهة اليسرى، بن حليمة في محاولة للبحث عن باداش داخل منطقة العمليات، باداش ملعوبة مع مهداوي الكرة خرجت، ضيقة من عباسي محمد رضا بكل روح رياضية، والكرة تماس لوفاق سطيف، رغم انه فيه تدخل من عباسي، المهم محفوظي الكرة لعباسي، مخالفة لهذا الاخير بعد مضايقة من مهداوي، كرة لدفاع الوفاق، محفوظي اصبح يلعب الوفاق بثلاث لاعبين في الهجوم، فلاحي اسعد وبورحلي، اسعد بورحلي وكذلك عمران، عباسي البحث عن فلاحي في وضعية تسلل واضحة، الحكم السيد كورت بكير رفع الراية، وضعية تسلل على فارس فلاحي مسجل الهدف، هدف التعادل، وهذه الإعادة لكيفية تسجيل الهدف الثاني لاتحاد البوليدة، معوش بتسديدة قوية من حدود 20 متر، الكرة انحرفت بعد ما ضربت في كنيفي، وفرحة من معوش الذي عزز النتيجة وأمضى الهدف الثاني لاتحاد البوليدة. قريبا سيعاقب كل لاعب ينزع القميص، قانون جديد بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم وحديد
بين بين الحكم محفوظي وعباشا. القانون سيطبق سيبدأ في التطبيق مع نهائيات كأس أمم أوروبا بالبرتغال تنسى الخميس، معناها عقوبة من الحكم. قالوا لي تفوق أمام عباشا سقط على الأرض، قالوا بكل روح رياضية خرج الكرة إلى تماس حتى يتلقى عباشا جلال الإسعافات. مثل هذه الأفعال والسلوكات والتصرفات مهمة في الملاعب. أنصار اتحاد البليدة فوق مدرجات الملعب. يستأنف اللعب، الدفاع يخرج دمس. لصالح اتحاد بوليدة. أربع دقائق كوقت بدل ضائع يقول الحكم. باداش يرجع لي معوش صاحب الهدف الثاني. معوش لعبة ثنائية مع باداش إلى ضربة مرمى. إلى ضربة مرمى للحارس كبابي توفيق. يتلقى هدفين لحد الآن. ربما فيه تغيير لتوقيت أو توقيت الوقت بدل الضائع. لا، أربع دقائق. المهم أن الحكم الرابع أشار إلى السيد زبيري إلى أربع دقائق بطلب من الحكم الرئيسي طبعا السيد جاب الله تواتي محفوظي. محاولة البحث عن عباسي، يقطع الكرة، طال أحمد في انطلاقة أخرى يراوغ من هناك بدون مراقبة. زواني دائما تغفل عنه العيون. زواني على الجهة اليسرى، لعبة 31 مع باداش، مضايقة من لاعبين، ما فيش خطأ. يقول الحكم واصل اللعب. عمران الكرة لزواني أو لزميد لوقت قصير. قالول يرجع لزواني. زواني يراوغ بالرجل اليسرى وإلى تمس. خلفي باداش. باداش من مع بالهام المتابعة، ثم طال الكرة لروان، راح يرفع الكرة، تضرب بعباسي وإلى خارج الملعب. تضر روان بن حليمة. روان بن حليمة من مواليد 1980، لعب في مشرية ثم اتحاد الحراش شبيبة التيرت واتحاد البليدة. لزميت زميت هاي المراوغة جسمانية من زميت. كرة ما تحركتش، يلعبها لطال أحمدو في معلي توزيع الكرة فوق العارضة الأفقية للحارس طال أحمدو. نية طال أحمدو هي توزيع الكرة باتجاه القائم التالي. كرة راحت فوق العارضة الأفقية ولذلك فهو يعتذر. هنا مراوغة من زميت سقط ثم نهض بسرعة يقضى. لا، سوء تفاهم. الكرة إلى دفاع إلى محفوظي، طويلة الكرة بدون تركيز. رمي التماس لطال أحمد البوركينابي يقوم بدوره لحد الآن. طال أحمد زواني بلال تابع من الحليمة ثم يتفوق من خلفي. خلفي فارس قوي في الصراعات الثنائية، تقريبا فاز بكل الكرات. الجهة اليسرى ما ماوش لبلال. زواني كرة ضيعة ثم هيلا المراوغة من فلاحي يحتفظ بالكرة. والحكم السيد جاب الله تواتي يعلن عن نهاية الشوط الأول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف واحد. اتحاد البليدة أمام وفاق سطيف، سجل لاتحاد البليدة الدرالي في الدقيقة 22 بواسطة ضربة جزاء، عدل النتيجة في اللاحي فارس في الدقيقة 26 للوفاق، ثم عزز النتيجة اللعب معوش في الدقيقة 41. اتحاد البليدة وحديد بين إسعد بورحلي والسيد الحكم تواتي جاب الله. هذا هو هدف التعادل
لاتحاد او للوفاق بعد المراوغه من فلاحي فارس الهداف للحارس ثم بين ارجل ترالي هدف التعادل لفلاحي فارس الذي سجل بالمناسبه الهدف العاشر له في بطوله القسم الوطني الاول ثم الهدف الثاني بهذه الطريقه من معوش استرجع الكره من حليمه معوش